اليوم معنا قصة نجاح أحمد، ضيف مميز جدا ملهم، قصته امبارح قرأتها بالتفصيل، فخر فعليا للجميع ونتمنى الكل يستفيد منها. السيد صالح جازين، صباح الخير أول شيء. صباح. إذا بتسمح لي في البداية أحكي لك العم أبو طارق. تفضل. الله يزيد فضلك. يسعد صباحك. يسعد صباحك ستي. طبعا احنا كثير مبسوطين بوجودك معنا اليوم. جدا الله يخليك. تشرفنا كمان ان شاء الله. والله احنا سعيدين كثير بوجودك وبهالقصة الملهمة. بدنا هيك بالبداية تحكي لنا سبب أو سر هذا الإصرار اللي وصلك ما شاء الله لهذه المرحلة بعد 48 سنة من محاولات النجاح. يعني أقول مثلا أنا من سنة كذا لسنة كذا ولا نعم كيف؟ نعم بحب أسمع منك. أنا صالح خليل عبد الله حجازين. نعم. قدمت توجيه سنة 1973-74 علمي وما نجحتش. بعدها بسنتين ثلاثة رحت قدمت أدبي كمان بدل العلمي، قدمت أدبي رسبت في اللغة العربية. بعدها بسنتين ثلاثة سافرت إلى مصر دورة أعلان في الجريدي، دورة ميكانيكي، دورة سواقين، ورحنا يعني تابع للحكومة ورجعنا توظفنا في الحكومة. أثناء الحكومة أنا موظف كذلك الأمر، كمان قدمت توجيهي بذكر كنت مجاز، رحت قدمت في الكرك قاعدة الشهيد هزاع المجال الله يرحمه. الله يرحمه. هناك قدمت كمان ما نجحت، شرب مني التاريخ والجغرافيا. كمان رحت قدمت في معان لما كنت ساكن في معان، مسكت التاريخ والجغرافيا مسكتهم والعربي مسكتهم، فضل الإنجليزي مني هرب. بعدين قدمت في شريف في مدارس الشريف المرحوم شريف شيتم الله في 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 شو اسمه ليس عبد الحميد شرف. آه. الله يرحمه. الله يرحمه. في مدارس إله فيها أنا هناك كمان قدمت وما نجحتش. هو آخر مشوار بعد 48 سنة قدمت بالعقبية دراسة خاصة والحمد لله الله وفقنا. ما شاء الله عليك، يعني ما في محافظة عتبت عليك. لا لا كلها عتبت على التوجيه. كل محافظة بتروح عليها بس بفلت منك مادة. ويا ستي تورم المادي هذا راح امسكها تورم مادي ثاني. لا بس حلو الإصرار. الحمد حلو لله. الإصرار ما شاء الله عليك لله. يعني الحمد لله. يعني دائما بنحكي احنا لطلاب التوجيهي انه في اوقات معينه بتصير عند الواحد ظروف او ممكن يرسب بماده معينه، هي مش نهايه الطريق. لا. دائما في امل، فطالما في عزيمه واصرار فدائما الواحد بوصل للهدف اللي بده اياه. وشتي هذا بترجع للاهل. صح. والطالب لما بيرسب بيجي ابوه يقول له انت راسب انت كذا انت كذا. صح. خطا. صح. هذا من باخذ يعني مش افهم منه انا بس هذا خطا. بجوز ما نجح في العلمي يقدم أدبي، ما نجح في الأدبي في فندقة يكمل فيها دكتورة، بجوز يكون أخف شوي يكمل فيها دكتورة. صح. يقدم زراعة. صحيح. صحيح. عم بطارق يعني أنا لسه في بداية الحلقة طبعا. بحكي إنه الأهل مش دائما يجبروا أولادهم مثلا على تخصصات معينة. نعم. والشخص اللي ما بدي أحكي فشل ما نجح في هاي المرحلة. لا يعني نهاية الدنيا. لا نبدأ باللوم والذم. لسه الواحد عم بيحكي انه ممكن يعيد بعد اشهر. انت ما شاء الله 48 سنه الاصرار. نعم. ما نزل ابدا، بالعكس الهمه عاليه. القصه جدا رائعه. بدي اسالك هون شو كان السنه هاي بالكورونا بالظروف باللي شفته كمان بالفتره هاي، كيف كانت كيف مرقت عليك؟ انا درست لما رحت سجلت اذا قلت يا الله اتكال عليك اول شيء اول باب هيك طبعا. بعدين رحت جبت كتب، طلعت على الكتب ما شاء الله عليهن نمت. عم بزيدوا مع السنين. مرة تقول يا ابن الحلال جبت كتب، قلت لي يا بنت الواد ما مرن علي هذول. كتاب الرياضيات إذا حطيته في كفي في الميزان بوزني. صار في تضخم. أنا على دوري كان 50 صفحة، هذا 200 صفحة. أنا شو بدي أجيب فيه؟ انصدمت. حتى الإنجليزي حتى كذا، حتى العربي، اللغة كان لغتنا حتى العربي كمان كل شيء مختلف، والتاريخ كمان نفس الشيء. والحمد لله. انا اذا بدك تسالني انا ما جبت في شيء ولا اساس خصوصي جبت. انا هذا السؤال كنت بدي نحكي فيه للجميع اليوم. عم ابو طارق الابناء دائما بوهموا او بطلبوا من الاهل انه لازم بكل ماده تجيب لي استاذ خصوصي. قديش فيها تكاليف ماليه على الاهل وعبء، وفيها اضاعه وقت في بعض الاحيان. بنحب نعرف كيف من دون اي استاذ خصوصي قدرت. السبب اول شيء انا ما بقدرش ان اجيب استاذ خصوصي لان في ابن الي قدمت بنيه توجيهي بال 2003 هو نجح وتوظف في الوزاره الزراعه والاول من الاوائل. بعدين هلا حاليا في المانيا جديد بيقدم رساله بيقدم الدكتوراه ما شاء الله عليه. بده مصاريف وعلي انا مصاريف مشكله، فكنت اتابع التلفزيون الاردني. حلو. على منصة درسك. درسك. حلو. المنصة درسك هذا يجي فيه أستاذ مثلا تبع التاريخ بعرف شو اسمه الله
شو بيحكي أكتب اللغة العربية الإنجليزي نفس الشيء أجعل كتب نفسي شو في أمثلة شو في إشي محلول هيك مرة أنا جيت مستعجل فتحت التلفزيون والله إن في عن تاريخ على المرحوم الملك عبد الله الأول الله يرحمه وبيحكي رحمة الله عليه وبيحكي يعني الأستاذ شو عمل شو كذا شو كذا شو كذا وأنا صافن زي هيك بعد شوي لما كبست إنه الصف السادس شرح ثري لصف السادس بس يعني المعلومات هاي عندي أنا بس بتوجيهي المرة بتقول لي يا ابن الحلال هلا أنت بشوفك صرت مع بنت مع بنت بنتك الصف السادس أضلك تنزل بالسنين والله ما أزل عليك وهذا اللي صار فأنت تابع أنا واستفدت كثير حلو يعني الواحد بالنهاية اللي بده يدرس واللي بده ينجح بدرس ما في ظروف نعم. ما في ظروف هلا اوكي اوقات بتمر ظروف يعني هي جدا نعم. قوية بس بشكل عام ما حدا بيقدر يتحجج مثلا انه والله انا بمدرسة حكومية لهيك ما نجحت انا ما كان في عندي اساتذة لهيك نجحت لا اللي بده ينجح ودائما بنشوف احنا اوائل المملكة والناجحين مدارس حكومية ممكن يكون حكومة. ما عندهم اساتذة خصوصي كلهم ما عندهم في بعض البيوت مساكين ما في صح فاللي بده ينجح بده يدرس فهو بغض النظر عن هاي الظروف صح. صح. كيف كانت تجربتك انا لما سمعت انه انت قدمت 2003 مع ابني كيف هاي التجربه كانت وهو نجح هو والله هو نجح انا غدر فيك لا ما انا بنبسط انه ابني طبعا صح. طبعا بشوف حالي انا بشوف حالي فيهم صحيح صح. انا عندي امي يعني انا بجوز ما بنيت طوب ما طوب انا بنيت شهادات نعم استثمارك فيهم دائما ان شاء الله بيكون ناجح الحمد لله الله يخليك يا الله هذا اهم شيء يعني عندي كلهم خمسه ثلاث اولاد وبنات اثنتين واحد يدرس انجليزي وواحد يا سيدي خريجه العقبه زي ما نقول اداره اعمال هي علمي بس دخلت إدارة أعمال لو موظف وجوزوا الحمد لله حلو الله يخلي لك إياهم يعني هذا الاستثمار اللي بحياته ما بيخسر الحمد لله هذا استثمار نشكر الله إن شاء الله دائما بتشوفهم في الطليعة ونجاح الله يخليك بما أنه بنحكي عن الأبناء عم أبو طارق فضل. مين أكثر حدا كان معك شجعك بعيلتك والله أكثريتهم كلهم أي يجوا يلا حتى ابن بنتي طلع جو يعني لا طلعت التلفزيون حبيبي روح والله ما زل روح التشجيع كثير مهم الحمد جد لله التشجيع كثير مهم دائما هيك لما تلاقي اشخاص حواليك بيحبطوك قبل واحد كان عنده عزيمه واصرار بتحسوا هيك يعني ببطل في عنده نفس الشغف قبل فالاشخاص اللي حواليك واهلك دائما بدعموا نعم صح وزوجتي كمان تعبت معي الله يخليك الله يخليك يا يا رب دائما هاتي حطي شاي كذا نص كافيه كافيه دلليني عشان انجح صحيني بالليل كمان هو يا بنت الناس انت يا ابن الحلال لا تفضحنا انجح يعني شريكة نجاح لا والله ورأى كل رجل عظيم امرأة امرأة الحمد لله اكيد طب بدي اسألك سؤال هلا يعني ايش الهدف دائما كان قدامك يعني ليش دائما ضل ببالك انك بدك تنجح توجيهي هلا في اشخاص ما نجحوا لا. اوكي ممكن ناس بجيل حضرتك ما نجحوا اوكي قرروا يكملوا بشغل وعملوا خبرة طويلة بعد كل هالعمر طولت العمر لك طبعاً ليه ضل عندك الإصرار إنه بدك تنجح توجيهي الدافع أخواني الدافع بالضبط أخواني كلهم متعلمين كلهم شهادات أولاد أخواني كلهم شهادات أولاد خواتي شهادات أولادي شهادات يعني أنا الوحيد بناتهم ليش ومتقاعد حلو من 2010 وأنا متقاعد فقلت خلنا أكمل وإذا الله قدرني ونجحت هاي بدي أكمل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, الله. تكمل مسيرتك وبتوصل للي بدك إياه إن شاء الله إيش في تخصص معين حاطه ببالك عم والله طيب. شوف هو كنت أول بدي أدرس حقوق بس المعدل يمكن بجامعة الأردنية ما يتجاوز معي وشو بيطلع هو السن تبعي وهو 48 سنة في هالدولة ساعتك شباب شو يعني بلكن طلع لنا مقعد هيك جماعة إن شاء الله يعني نتمنى أنا إذا ممكن هيك يوصل صوتي يكون في استثناء لإلك لأنه فعلا قصة نجاح الله لازم تتبلور الله. لازم تنعكس على كل طالب بهذا البلد الله يسعدك وهذا مؤشر الله. يعني فكرة النجاح لحالها بعد كل هالعمر هي لحالها مؤشر إنه الشخص جدي وعنده حس المسؤولية وعنده إصرار الحمد لله صحيح عم بطارق حكيت بس نقطة حلوة أو مهمة المشاركة الأهل أم أبو طارق أم طارق عفوا كانت معك لو بدنا نحكي للطلاب اليوم في ناس بتقول لك ما في وقت منيح ما في اليوم ما عم بكفي كيف كنت تدرس كيف كنت تنظم وقتك عدد ساعات الدراسة يعني التلفزيون ولا التلفون في ليش في وقت للتلفون والتلفزيون صح رائع صحيح في وقت شو بدي التلفون
وعندي عندك شركات حاطه التليفون عندك في عندك باخذ بعد غير دراسه في بضاعه وجاي بدك اياها كل حكي هذا إيه يدرس تنجح بدرس بنجح نعم كم ساعه شو. كنت تدرس على الطارق في والله ساعة. انا بعد درسك حل الشقريات اراجعه جميل اقعد للساعه 12 من الساعه 4 للساعه 12 في الليل انا من ساعتين ثلاثه المراه المدام صاحبتي بدنا منك نصيحة لكل الطلاب اللي لسه بدهم يفوتوا على مرحلة التوجيه. مرحلة التوجيه الأهل أهم شيء. الأهل أنت توجيه أنت كذا أنت هيك أنت هيك لا يعني يدير باله مع أولادهم والأولاد نفسهم كمان مش يشوفوا الحبل المرخي لهم على كيفهم. صح. يا ينتبهوا. يعني هذا المستقبل. صحيح ونبعد عن الرعب النفسي اللي عم بنعمل من الأهل للطلاب. لا سمح الله يبعدوا. طب أنا منجحت السنة بنجحت السنة الجاي. 100%. حتى لو منجحت أنا سنة مكمل لما أخذ التوجيه. هل المرحلة هذه خلصت أنا؟ إن شاء الله مرحلة الجامعة. إن شاء الله مرحلة الجامعة تكون أخف منك علينا. لا إن شاء الله خفيفة. ما في إشي صعب عليك بعد المرحلة. نعم. الله يسلمك. الله يخليك. لو بدنا نحكي بس هيك سؤال يخطر في بالي السنة هاي كنت متوقع إنه النجاح والله يعني ها يعني من شو أقول لك كنت أنا كويس ما دام أن المواد اللي أنا بأخذ من زي أول بكتسبهن يعني نجحت مادة مادتين ثلاثة أربعة خمسة إلي أظلوا ما بروح عني يعني بستمر في التكميل في قصة صارت معي لما رحت أنا أقدم كان الدوام عندي ساعة واحدة كان يوم سبت 28 الشهر تاريخ عندي تاريخ العرب وصلت أنا كان في طلاب طالعين يمكن عندهم حصة أولى الساعة 10 ولا واحد يقول لي يا أخي أنت وين رايح قلت له القاعة قال يا زلمة ما ظلش ناس صار كل العالم روحت طلع واحد من جوا بقول له يا زلمة هذا يمكن شو عندك قلت له تاريخ قال لي هذا لسه ما جاش شرطي بقول لي واقف قول يا حجي شو بتسوي هنا بدي قاعة أنت فكرني للفترة الثانية قلت له لا قال طيب أنت ولي أمر الطالب طلابكم في أمان هذا تبع الأمن العام أولادكم في أمان في يعني قلت له لا قال لي عادي حجي روح على دارك يستر بيتك والله يا حجي الله يستر بيتك لا تقعد على سيرك كذا قلت له أنا عندي امتحان قال لي عند من؟ قلت عندي أنا قال لي يا حج انصدم يا الله يستر بيتك شو الحكي بتحكي هذا؟ قلت تفضل أي رقم الجلوس وعندي الساعة واحدة امتحان يلا الله ينجحك آمين يعني عم أنت قصة نجاح مش كتير شائعة فبالتالي رجل الأمن استغرب للقليل ما نلاقي أشخاص طبعا. عندهم هذا الإصرار قال يا حد بلاش الشمس تضرب راسك بلاش تحملك روح روح دارك بدنا نتمنى لك توفيق إن شاء الله في المرحلة الجامعية القادمة وبدنا نبارك لك انا بكل قلب صادق راح اشارك قصتك دائما الله انا فعلا ملهمه طول عمرك وما في شيء من واجبك حابين نقدم لك من خلال شركائنا الاردنيه للطيران تذكرتين سفر لحضرتك ولا اي حدا من اختيارك للعقبه ماشي يا سيدي كثر الله خيركم الله يسعدك ما في شيء من واجبك عم نتمنى طول عمركم دائما الله يخليكم شكرا لك شرفتنا طول عمركم